لم يستطيع فريق الجونة تحقيق أي انتصار. كمل كمل. مرة تانية يضغط النادي الأهلي، حط يا راجل، جول جوه جول، هدف ثاني للنادي الأهلي. ادي زيادة طارق وادي الحاوي، ولكن الدور والمهمة من الولد مصطفى فوزي يلعبها وقاطع ولعب زياد طارق بالقدم اليسرى يسكنها الشباك، هدف تاني للنادي الاهلي. لكن مجهود كبير من مصطفى فوزي في اللقطة والمشهد اللي فات، ويقابلها اللاعب زياد طارق علشان يضع هدف ثاني للنادي الاهلي. اتنين النادي الاهلي لا شيء الجون، هنشوفه مرة تانية. ادي الضغط اللي عمله مصطفى فوزي على حارس المرمى، هي دي يا ولد على السندة، يا ولد على السندة الجميلة. ادي السندة، شوف التريحة من الولد مصطفى فوزي، وادر بطن القدم اليسرى من اللاعب.